واحدة من أغرب وأخطر طقوس عبادة الشيطان، طقوس تخليك تتخيل إنك تقدر تعمل أي حاجة، وفي نفس الوقت الطقوس دي بتأمرك إنك تنفذ أي حاجة. في الحلقة دي واحدة من أخطر الجرائم اللي ممكن تكون حصلت بسبب عبادة الشيطان. 2018 في الهند، عيلة اسمها تشونداوات. العيلة دي مكونة من 11 فرد، وال 11 فرد دول لقوهم كلهم مخنوقين، أو بمعنى أصح منتحرين انتحار جماعي. ال 11 فرد دول هم عبارة عن أسرة متوسطة الحال عايشين في الهند، وكان عندهم محل صغير، والمحل ده هو المصدر الرئيسي للشغل وللرزق للعيلة دي. وكان المعتاد في العيلة دي ان واحد من افراد الأسرة بيفتح المحل ده كل يوم الصبح، وبتفضل التجارة شغالة او حركة البيع شغالة لحد ما بتيجي فترة بالليل بيقفلوا المحل وبيرجعوا يقعدوا ويسهروا في البيت، وصوتهم بيبقى باين وواضح لكل الناس ولكل الجيران. اللي حصل ان المحل فضل مقفول لمدة يومين، ومفيش اي اثر للعيلة خالص، مفيش اي حركة دخول او خروج حصلت من البيت. فكتير من الجيران قلقوا وحسوا ان في حاجة غريبة، فواحد من الجيران قرر انه يدخل البيت، وهو بيفتح باب البيت فوجئ ان الباب اتفتح معاه عادي، يعني ما كانش فيه اي حاجة قافلة الباب. دخل الدور الاول وما لقاش اي حاجة، وكان في حالة هدوء كاملة. ولما طلع الدور التاني لقى 10 جثث متعلقين بحبل. العشر جثث دول كلهم منتحرين او مخنوقين بنفس الشكل، كلهم متعلقين من سقف الأوضة، وكلهم إيديهم ورجليهم مربوطة، وعينيهم عليها حتة قماش سودة متغمية الرؤية تماما، وفي قطن موجود في ودان كل الأسرة. والحالة العامة والشكل العام حقيقي شكلها يرعب جدا. الجثث كانت متعلقة في شكل دائري، وكأنهم كانوا بيحوطوا شيء معين. في وسط الدائرة اللي هم متعلقين فيها دي كان في أثر لرماد مرمي على الأرض، والرماد ده ما كانش مفهوم هو ده عبارة عن ايه. ولما نزل الدور الأول لقى جدتهم كمان ميتة بس على السرير، ولكن كان برضو في حبل مربوط على رقبتها، وبرضو ايديها ورجليها مربوطين، وعينيها متغمية بقماشة سودة، ونفس فكرة القطن اللي موجودة في الودان. وبلغوا الشرطة، والشرطة وصلت. وأول ما الشرطة دخلت البيت جالها حالة من حالات الفزع، لأن مفيش أي تفسير للي حاصل قدام الشرطة ده عبارة عن إيه. أجهزة البحث الجنائي والطب الشرعي اتحركت وبدأت تجمع الأدلة وتجمع المعلومات الكافية، لكن الحقيقة مفيش أي أثر أو معلومة واضحة الناس دي ميتين بالشكل ده ليه. جابوا كاميرات المراقبة قبل الحادثة دي بيومين، فاكتشفوا إن واحد من أفراد الأسرة وهو الابن الصغير خرج من البيت الصبح بدري، ودخل على محل البقالة وفتحه، وخرج تاني وكان في إيده لفة سلك كبيرة. واكتشفوا بعد كده إن لفة السلك دي هي اللي كان مربوط بيها جدتهم، وهي اللي كمان كانت مشنوقة بيها جدتهم. أجهزة البحث الجنائي والطب الشرعي بعد كل التحليلات اللي عملوها وبعد كل الأدلة اللي جمعوها ما وصلوش غير لحل واحد بس، إن الحداشر جثة ميتين مخنوقين، ومفيش أي أثر للدفاع عن النفس لأي فرد من أفراد الأسرة، وإن الجثث كاملة متعلقة بنفس الشكل وبنفس الطريقة. ولما كمان الطب الشرعي طلع التقرير بتاعه اكتشفوا إن الفروق اللي بين الوفاة بين كل جثة والتانية فروق كانت تكون معدومة، وده معناه ان ال 11 جثة كلهم توفوا مع بعض في نفس التوقيت. طب ايه اللي يخلي عيلة زي دي تتصرف كده؟ طقوس عبادة الشيطان منتشرة جدا في الهند، ومن اكتر الحاجات المعروفة عن الطقوس دي او عن العبادة دي ان الشيطان لو انت عبدته بيقدر ينجحك في حياتك، ويقدر يكسبك المال، وكمان يقدر يخليك تقابل اي روح قديمة توفت وانت نفسك تتكلم معاها او تقعد معاها. وبعد البحث وجمع المعلومات والأدلة في بيت الأسرة دي اكتشفوا ان في اثار كتيرة جدا لطقوس عبادة الشيطان موجودة على حيطان البيت، وعلى اوراق معينة مكتوبة، ومذكرات مكتوبة بخط الايد فيها تعليمات واضحة لكل افراد الأسرة بتنفيذ بعض الاوامر بالترتيب، وهي عبارة عن 11 مذكرة، يعني لكل فرد من أفراد الأسرة كان فيه مذكرة. وآخر حاجة اتكتبت فيها هو قبل يومين بس من الانتحار الجماعي للأسرة دي. طب إيه علاقة الأسرة دي وحكايتها مع طقوس عبادة الشيطان؟ الحكاية بتبدأ من سنة 2007 لما الجد الأكبر للعيلة دي توفى سنة 2007. أفراد العيلة اتأثرت جدا برحيل الجد، وكان من ضمن أمنياتهم إن هم يشوفوا جدهم تاني، أو إن هم يعرفوا أخبار عنه
ويطمنوا عليه. فكان الابن الصغير في العيلة واسمه لالايت هو اللي كان مقتنع ان الحاجة الوحيدة اللي هتخليه يقدر يحضر روح جده تاني ان يبدأ يعبد الشيطان، وفعلا اقنع العيلة كلها بالقصة دي. وحصل حادثة غريبة للابن ده بعد سنتين من وفاة الجد، وكان الابن في الفترة دي بينفذ كل طقوس عبادة الشيطان. الغريبة انه بعد الحادثة اللي تعرض ليها للايت، العيلة اكتشفت ان نبرة صوت للايت اتغيرت خالص، وملامح وشه بقت اقرب واشبه بكتير لملامح وش الجد، ونبرة صوت للايت بقت اشبه واقرب لنبرة صوت الجد. وهنا العيلة اقتنعت تماما ان روح الجد الكبير تجسدت وظهرت في جسم للايت. للايت خلال السنين بدأ يتعمق اكتر في فكرة عبادة الشيطان، وبدأ يكتب اوامر لكل فرد من العيلة، وكان كل ما بيكتب لهم امر معين وهم يلتزموا بالعبادة المحددة اللي بيحددها لهم للايت، كان كل طلباتهم بتتنفذ وكان بيحصل اللي هم عايزينه بالظبط. لكن ضريبة عبادة الشيطان انه زي ما بينفذ لك الاوامر هو كمان بيطلب منك حاجات معينة تنفذها. فكان الغريب في اخر سطر في المذكرات بتاعة للايت لكل العيلة ان هم كلهم كانوا عايزين يشوفوا جدهم على الحقيقة، فكان طلب الشيطان منهم ان هم ينتحروا انتحار جماعي، وان في لحظة الانتحار دي روحهم هتنتقل من المكان وهتروح لمكان افضل وهيقابلوا جدهم ويقعدوا معاه. والحقيقة دي تعتبر من اغرب واخطر طقوس عبادة الشيطان ممكن يكون اي حد سمع عنها، ولحد اللحظة دي محدش عنده تفسير هو ممكن موضوع عبادة الشيطان يوصل أسرة كاملة إنها تنفذ الانتحار بالشكل ده، وقضية العيلة دي في كل تفاصيلها حقيقي مرعبة جدا. سلام عليكم.